الدكتور محمد بن حمد الشعيلي عرفته كثيرا فيما قدم من بعض الندوات، وساعدت بكثير من تحليلاته في إذاعة سلطنة عمان، وهو أكاديمي في الجامعة المفتوحة فرع السلطنة، كما أن له الكثير من البحوث والتحليلات العميقة التي نحتاجها في التاريخ، ليس نقلا فحسب بل تحليلا، جزاه الله خير. كما أنه حاصل على الدكتوراه في الآداب ومن جمهورية مصر العربية، وحاصل على الماجستير في الآداب من جامعة السلطان قابوس، والبكالوريوس في التربية من جامعة السلطان قابوس. له العديد من البحوث والمقالات، وشارك في العديد من الملتقيات والندوات، وكما قدمت هو يعد برامج إذاعية، وله برنامج إذاعي أسبوعي في إذاعة سلطنة عمان، له إصدارات منها التنافس البريطاني الفرنسي في عمان والتاريخ العماني، قراءات وتحليلات، يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم. هكذا الهمم. سيحدثنا على مدار 20 دقيقة عن الجانب التاريخي في سيرة أبي المؤثر، نشأته وحياته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أعبر عن دواعي سروري أن أكون متواجدا معكم ما بين هذا الجمع الطيب في هذه الفعالية، والجميل فيها أني أعود مرة أخرى إلى هذه البلدة بصفة عامة، وإلى هذه المدرسة بصفة خاصة، لما لها من ذكرى عظيمة في نفسي بحكم على أني بدأت مشوار العملي منه. وأعود بالذاكرة إلى أكثر من 15 سنة عندما بدأت التدريس من خلال هذه المدرسة، فتمنياتي سواء لبلدة وادي قريات وأهلها الكرام أو للمدرسة بدوام التوفيق. وفي الحقيقة على أن عمان تحفل بتاريخ عظيم ساهم في صنعه الكثير من الشخصيات في مختلف المجالات، كل شخصية حسب المجال الذي أبدعت فيه، فكان هناك الحاكم وهناك الإمام وهناك العامل والقائد والسفير والعالم وغيرها من الشخصيات التي تصنف بأنها ساهمت في صنع تاريخ هذا البلد. ولطالما أردد بأن عمان تعتبر من أغنى الدول على مستوى العالم في التاريخ وفي الحضارة وفي الإرث وفي الإنجازات التي سطرها آباؤنا وكتبها أجدادنا. وعبر التاريخ العماني وعبر الدول المختلفة التي حكمت هذا البلد، وجد الكثير من الشخصيات التي ساهمت في الارتقاء به، وتعد شخصية أبو المؤثر الصلت بن خميس القروصي واحدا من الشخصيات التي ساهمت في صنع تاريخ عمان، خاصة في القرن الثالث الهجري. ومن خلال هذه الورقة سأستعرض الأحداث المرتبطة عمان بعمان في الفترة التي عايشها هذا العالم الجليل الصلت بن خميس القروصي البهلوي من أعيان مدينة بهلة، لذلك يعرف بالبهلوي، التي ولد فيها والذي ينتمي إلى بني قروص. في الحقيقة على أن المراجع والمصادر لم تشر إلى اسمه ونسبه كاملا، رغم أنه من أجل علماء وفقهاء عمان في القرن الثالث الهجري، ومن أهم تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب. ولا يوجد تحديد دقيق حول متى ولد، ولكنه يرجح بأنه بين العقد الأول والثاني من القرن الثالث الهجري، استدلالا بالدور الذي قام به أبو المؤثر في أواخر عهد الإمام المهنا بن يجفر، مثل ما سأتطرق إلى ذلك، كما أنه لا يوجد أيضا تحديد حول وفاته. شهدت الآثار بسعة علمه وكثرة فتاويه، وكان أعمى، ومثل ما ذكرت يعد من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب ونبهان بن عثمان وغيرهما، وكذلك ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك، وقد انتقل من بهلة إلى نزوة نظرا لأهمية مدينة نزوة في تلك الفترة، والتي أعدت عاصمة لعمان في عهد الإمامة الثانية، بالإضافة إلى المركز العلمي الذي كانت تتبوأه هذه المدينة، وكان مسكنه بالعقر، وله بها مسجد ينسب إليه، وقد عاش حتى أيام الإمام عزام بن تميم، وربما أكثر، مثل ما ستطرق إلى وفاته، ومات بنزوة ودفن بالعقر قرب باب مؤثر المنسوبة إليه، وكان محفوظا حتى غاب الحفظة فجهل موضع القبر ولا أثر له في زماننا.
من صفاته الشخصية كان أعمى البصر واسع العلم، نشأ على الجد والاجتهاد، وكان ورعا تقيا بعيدا عن الغش، لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق على رؤوس الخلائق، وهو شديد على الباطل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان من مذهبه الابتعاد عن الشك وعن الوسوسة. ويقول الإمام أبو سعيد الكدمي: وكان هؤلاء الثلاثة من عمان يضرب بهم المثل، إن أمور أهل عمان رجعت في ذلك العصر إلى أصم وأعرج وأعمى. وكان أبو جابر محمد بن جعفر فيما قيل أنه الأصم، وكان أبو عبد الله نبهان بن عثمان هو الأعرج، وكان أبو المؤثر السلط بن خميس هو الأعمى. ومن أهم آثاره العلمية كتاب الأحداث والصفات والبيان والبرهان، وكتاب الوصايا، وقصيدة في التوحيد والولاية والبراءة، وسيرة إلى أبي جابر محمد بن جعفر. سأستعرض الأحداث المرتبطة بعمان من الناحية السياسية والتي عايشها أبو السلط الخروصي، وأبدأ بعهد الإمام المهنى بن يجفر الذي يعتبر من أهم أئمة الإمامة الثانية في عمان، التي قامت عام 1777 هجري واستمرت حتى عام 280 هجري، بما مجموعه 103 سنة، حكم خلالها 8 أئمة من بني اليحمد. كان أولهم الإمام محمد بن عبد الله بن عفان اليحمدي، وآخرهم الإمام عزام بن تميم. وبويع الإمام المهنى بالإمامة بعد وفاة الإمام عبد الملك بن حميد يوم الجمعة الثالث من رجب في العام 226 للهجرة، واستمرت إمامته حتى ربيع الآخر عام 237 للهجرة، وقد بلغت عمان في عهده الذروة والمجد والازدهار، وقام بتنظيم الجيش حتى أصبحت عمان في عهده قوة عسكرية كبيرة، وقد اتسم أسلوبه بالقسوة وبالشدة مع البغاة وأهل الفساد. وقد بدأ اسم أبو المؤثر في الظهور في أواخر عهد الإمام المهنى، وهذا ما قصدته عندما ذكرت شأن ولادته في المقدمة، وذلك عندما حاول بعض العلماء وفي مقدمتهم شيخه محمد بن محبوب البراءة من الإمام المهنى نتيجة بعض الأحداث التي وقعت من قبله، والتي رأوا بأنها تؤدي إلى إعلان البراءة منه مثل القتل وسفك الدماء، وقاموا بإعداد رسالة وتجهيزها لتلاوتها على الرعية، غير أن أبو المؤثر نجح في إقناع شيخه بالعدول عن هذا القرار، لأنه سيترتب عليه تفرق الأمة. وبالتالي فإن من أهم الأدوار التي لعبها أبو المؤثر في عهد الإمام المهنى دوره في نصيحة الرعية بالعدول عن رفع الإعلان بالبراءة من الإمام. وقد توفي الإمام المهنى في 13 من ربيع الآخر في السنة 237 للهجرة، ليأتي من بعده الإمام السلط بن مالك الخروصي الستالي، الذي ولد في قرية الستال من وادي بني خروص، بدأت إمامته في عام 237 للهجرة بعد وفاة الإمام المهنى، واستمرت إمامته 26 سنة حتى عام 237 للهجرة، ليعتبر بذلك واحدا من أكثر الأئمة من حيث عدد سنوات الحكم، خاصة في عهد الإمامة الثانية. وكان أبو المؤثر من العلماء الذين كان يفترض بهم حضور بيعة الإمام السلط برفقة العديد من العلماء، ومن أبرزهم بشير بن المنذر ومحمد بن محبوب والمعلى بن منير ومحمد بن علي القاضي وسليمان بن الحكم والوضاح بن عقبة وغيرهم، غير أن أبو المؤثر خرج بهدف أن يغسل ثوبه الذي وقع عليه بعض الدم، فلما عاد وجد أن الناس قد بايعوا السلط بن مالك. وفي ذلك يقول: كنا في المشورة لما مات المهنى، فوقع في ثوبي دم، فذهبت أغسله، فرجعت وقد بايعوا السلط، فقال لي أبو عبد الله محمد بن محبوب: أين كنت وما أخرجك عن الناس؟ فقلت: وقع في ثوبي دم، فذهبت أغسله فاستتابني، لأنه يبدو أنه ذهب في أمر بسيط مقابل أمر عظيم. وفي ذلك دلالة واضحة على مدى الجدية التي كان يتصف بها العلماء في ذلك الوقت. وقد ذكر الدكتور جاسم جاسين في تحقيقه لكتاب الأحداث والصفات، الذي يعد أهم كتب الإمامة بالمؤثر، ما يلي: ويبدو أن مشاركة أبي المؤثر في عملية انتخاب الإمام هي محاولة للمحافظة على التوازن القبلي في حكومة الإمام،
فقد جرى العرف على أن يكون الزعيم الديني وصاحب المشورة للإمام من بني سامة باللؤي الذين يعرفون بالنزارية، وغالبا ما يتولى منصب قاضي الإمام، وأن يكون الإمام من الأزد الذين يعرفون باليمانية، وذلك منذ قيام الإمامة الإباضية الثانية في العام 177 للهجرة. والذي حدث في عملية انتخاب السلط بن مالك أن أغلبية المشاركين كانوا من النزارية وبزعامة محمد بن محبوب القرشي، ولهذا فأن وجود بالمؤثر الخروصي كان لتهدئة خواطر اليمانية، كون أن النزارية كانوا يستأثرون بأغلبية الممثلين في مجلس الشورى في ذلك الوقت. وبالتالي تحمل هذه الدلالة أهمية على الدور الذي كان يحسب لأبي المؤثر في المحافظة على وحدة المجتمع العماني الذي كان منقسما في ذلك الوقت ما بين النزارية واليمانية، وقد أدى هذا الانقسام إلى الكثير من الحروب والصراعات الأهلية للأسف، والتي ستؤدي إلى الفتنة السياسية التي وقعت في عهد دولة اليعاربة فيما بعد، والتي تعرف بالهناوية والغافرية. كما تحمل هذه الحادثة دلالات أخرى على القدرات والإمكانيات العلمية التي كانت متوفرة لدى أبو المؤثر، وكذلك على ثقة المحيطين به ومن حوله. كذلك كان من أهم الأحداث التي وقعت في عهد الإمام السلط والتي عايشها أبو المؤثر هي حادثة سقطرى، عندما اعتدى نصارى الحبشة عليها ونقضوا ما بينهم وبين العمانيين من عهد، فهجموا عليها وقتلوا والي الإمام، فما كانت أن استغاثت الإمرأة الجهضمية من عمان قائلة: قل للإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجبي، وغير ذلك من الأحداث الخاصة بهذه الواقعة والتي نجحت فيها جيوش الإمام في تحريرها. غير أن من أهم الأحداث التي شارك فيها أبو المؤثر في عهد الإمام السلط هو استنكاره لخروج موسى بن موسى وراشد بن النضر على الإمام السلط بن مالك، وذلك عندما عارض العلامة موسى بن موسى بن علي بن عزر الأزكوي الإمام السلط بن مالك، والذي تولى عامة العلماء بعد وفاة الشيخ محمد بن محبوب، فذهب إلى نزوة بهدف عزل الإمام، وكان أبرز من أيده في ذلك عبيد الله بن سعيد بن مالك والحواري بن عبد الله وفهم بن وارث والوليد بن مخلد والفضل بن الحواري، واجتمعوا في فرق برئاسة موسى بن موسى وقرروا عزل الإمام، وكتبوا إليه بما عزموا عليه وطالبوه بالاعتزال، فطلب منهم مهلة لذلك، فخرج من بيت الإمام إلى بيت ابنه في قرية سعال، وذلك يوم الخميس الثالث من ذي الحجة في عام 237 للهجرة، بعد أن استمرت إمامته 35 سنة، وأرسل إلى المجتمعين في فرق يخبرهم باعتزاله، وكان هذا الاعتزال شاهرا ظاهرا. وكان من أسباب مطالبتهم لاعتزاله أنه كان كبير في السن وضعيف في السمع والبصر، وبأنه لم يعد باستطاعته القيام بمهامه إلا بمساعدة الآخرين. وبالتالي كان من أهم العلماء الذين استنكروا ذلك مثل ما ذكرت أبو المؤثر السلط بن خميس الخروصي، الذي عايش في عهد الإمام السلط أيضا وفاة شيخه محمد بن محبوب علامة صحار ورئيس العلماء، وذلك نهار الجمعة في الثالث من محرم عام 260 للهجرة، وكان قاضيا عليها، وصلى عليه واليها الشيخ هدان بن محمد. وبعد 8 سنوات وتحديدا في العام 268 عايش أبو المؤثر أيضا وفاة الشيخ العلامة عزان بن الصقر، والذي يبدو أنه تولى القضاء في صحار بعد وفاة محمد بن محبوب، وكان الشيخ محمد عزان من أهل العقر بنزوة. طيب، أنتقل إلى إمامة الإمام راشد بن النضر الذي بويع سنة 237 للهجرة، حيث كان من الأحداث في عهده أن كثيرا من العلماء غير موافقين على الخطوة المتمثلة في عزل الإمام السلط ومبايعة راشد بن النضر، مما أدى إلى اختلاف كلمتهم، ووقعت فتنة في عمان كانت تعد من أخطر الأحداث التي شهدتها عمان عبر تاريخها الطويل، ودخلوا في معارك كثيرة كان أبرزها معركة الروضة بتنوف. وكان أبرز العلماء
الذين رفضوا ذلك أبو المؤثر الخروصي برفقة القاضي عمر بن محمد وموسى بن علي وعزان بن الهزبر وزاهر بن سليمان وغيرها من الأمور والأحداث التي أثرت على وضع الإمام راشد بن النضر أدت إلى عزله في النهاية. وهذه من أهم الأحداث التي عايشها أبو المؤثر عندما رأى كبير العلماء آنذاك موسى بن موسى عدم رضا الناس بمبايعة راشد بن النضر وما ترتب على معركة الروضة من مضاعفة الانقسام، فقرر عزل الإمام راشد الذي يبدو بأنه لقي نفس مصير ما لقيه الإمام السلط بن مالك. في عهد الإمام عزام بن تميم الذي بويع سنة 277 للهجرة، كان أبو المؤثر واحدا من أهم الشخصيات التي اشتركت في عملية انتخابه، وكان واحدا مما بايعوا الإمام عزان إلى جانب القاضي عمر بن محمد ومحمد بن موسى وغيرهم. وكان من أهم الأحداث التي عايشها أبو المؤثر في عهد الإمام عزام بن تميم هي دخول محمد بن نور والي العباسيين على البحرين عمان في عام 280، أو التي تعتبر من أقسى ما تعرضت له عمان عبر تاريخها بصفة عامة، وفي عهد الإمام الإمامة الثانية بصفة خاصة، وهي الأحداث التي ستؤدي فيما بعد إلى مقتل أو استشهاد الإمام عزان تحديدا في سمد الشان من المضيبي. وكان من الآثار التي ترتبت على مقتل العلامة موسى أنثار النزارية ودخلوا في حرب مع الإمام عزان انتهت بهزيمتهم، ثم استعانوا بالدولة العباسية التي قضت على الإمامة الثانية وسيطرت على عمان، وبالتالي عاش أبو المؤثر في ظل ولاة محمد بن بور على عمان والمتمثلين في كل من أحمد بن هلال السامي الذي اتخذ من بهلة مركزا لحكمه، وعلى نزوة أبو أحمد البحيرة الذي قتل بعد سنتين عندما ثار عليه أهل نزوة وكان أبو المؤثر موجودا فيها. كما شهد أبو المؤثر دخول القرامطة عمان، ويقال بأنه حكم بإحراق بيوتهم. وفيما يتعلق بالقرامطة، فأن أول هجوم قرمطي تعرضت له عمان كان في العام 294 للهجرة، وفي عام 305 تعرضت عمان للمحاولة الثانية من القرامطة، وفي عام 317 تعرضت عمان للحملة الثالثة ومن ثم الرابعة والخامسة التي كانت آخر حملاتهم على عمان في عام 354 للهجرة. فإذا سلمنا بأن أبو المؤثر توفي خلال الفترة من 305 إلى 318، فهذا يعني بأنه عايش ظهور الإمامة الأباضية الثالثة والتي تعرف بالتاريخ العماني بالإمامة الضعيفة، وبالتالي شهد مبايعة 9 على الأقل من أئمتها، لأن الأئمة في عهد هذه الإمامة لم يكن الواحد منهم يستمر طويلا حتى يتم عزله واعتزاله. وبالتالي فإن من الأئمة الذين يفترض أن يكون أبو المؤثر عايشهم الإمام محمد بن الحسن والسلط بن قاسم الخروصي وعزان بن الهزبر والإمام عبد الله بن محمد والحسن بن سعيد والحواري بن مطرف وعمر بن محمد ومحمد بن يزيد. طبعا بما أن الوقت يدركنا بنتقل إلى آخر نقطة في هذه الورقة وهي وفاته. لا يوجد تحديد دقيق حول العام الذي توفي فيه أبو المؤثر، فقد اختلف الباحثون حول ذلك. البعض قال بأنه توفي عام 278 للهجرة، والبعض عام 279 للهجرة. ويذكر سيف البطاشي في إتحاف الأعيان بأن أبو المؤثر عاش إلى أيام الإمام عزام بن تميم ومات في زمانه بعد واقعة القاع بقليل عام 278 للهجرة. ويبدو بأن ذلك صعبا في ظل ما ذكره الإمام نور الدين السالمي من أن أبو المؤثر شهد دخول القرامطة الأول إلى عمان عام 294 للهجرة مثل ما ذكرت، وبالتالي فأن البعض يرجع سنة وفاته إلى عام 305 للهجرة. وأيضا يرجح بأنه توفي قبيل سنة 318 للهجرة، أي قبل هجوم القرامطة الثالث على عمان، وتوفي في نزوة ودفن في العقر قرب باب مؤثر، ومن أولاده خليفة بن السلط الذي تنسب إليه حارة خليفة بولاية بهلة. وإذا أخذنا حسبة افتراضية بأن أبو المؤثر توفي في عام 310 كمتوسط، فهذا يعني بأنه عاش ما لا يقل عن 90 عاماً،
لأنه شهد إمامة المهنة بن يجفر التي بدأت عام 226 للهجرة، وما بين هذا العام وعام 310 84 سنة على الأقل. أختم هذه الورقة التي استعرضت فيها الظروف التي كانت تحيط بعمان من الناحية السياسية والتي عايشها أبو المؤثر السلط بن خميس الخروصي. أعتذر عن الإطالة وأشكركم على حسن الاستماع، وشكرا مرة ثانية الدكتور خليفة. لا زال الحديث عن الشيخ أبو المؤثر طريا قريبا، وكأنه حادث بالأمس القريب، إلا أنه قد مضى أكثر من 1100 سنة على ذلك الأمر. وهذا سر قوة التاريخ والانتماء إليه. كما سمعنا الشيخ أبو المؤثر هو تلميذ للإمام محمد بن محبوب، الإمام محبوب بن رحيل، تلميذ الإمام محبوب بن رحيل، الإمام محبوب بن رحيل هو الإمام محمد بن محبوب زميله في التعلم. محبوب بن رحيل هو أستاذ الشيخ أبو المؤثر. طبعا ربما من حسن التوفيق أو من توفيق الله عز وجل أن يرتبط الشيخان ندوة اليوم وندوة غدا في مكتبة ندوة عن الإمام محبوب بن الرحيل، والذي يعد الإمام الخامس في المذهب. كما لاحظنا من خلال الحديث الشيق الدور المحوري الذي لعبه الشيخ أبو المؤثر، هذا الرجل دور محوري من ناحية الحفاظ على اللحمة الاجتماعية، فهو كان حريصا على عدم إعلان الموقف من الإمام المهنة بن جيفر، ليس رأيا في قضية البراءة منه أو ولايته أو غيره، وإنما حتى لا يفتن الناس. وهذا هدف في كثير من الكتابات للأسف نفتقده، أو كثير من المواقف أدت إلى فتنة. موقف من مبايعة الإمام السلط بن مالك، وكذلك خوفه من تأثر المجتمع أيضا بعزله، موقفه، دوره في عدد من الإمامات. حقيقة إن كان هناك رأي ويسمح لي بالرأي في ذلك، أتصور أن الخلاف في القرن الثالث الهجري لم يكن خلافا قبليا بين نزارية ويمانية، إذ تزعم ذلك الرأي علماء، المراسة الرستاقية والنزوانية تزعمها علماء انطلقوا من رأي علمي بحت صحيح. ربما فيما بعد استغل هذا الرأي زعامات وفتن، إلا أن أساس الخلاف هو أساس علمي.